بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولا ليال سيدا وذوق سنه إلى هاي قرآن كيسا كلام كيسا وحي نوغو الشيخ عذ كصلا وأدونك كن نولين أدونك كتكس إلى هاي وحي لكل نفس ذائقة الموت نفكصا تيردن رمينا يسجيري دويا بني آدم كسودو لي هاي وذا دمانيا جنكو دمانيا ملايكتو وي دمانيسا حوله وي دمانيا كل نفس عذك استوئو إلهي نفكلي نفس وقتي إلهي وطلق علي يي وحويان أي كبا حيسا روحها أما عدا إلهي كو أبورا أي كبا حيسا وحو إلهي آياتك لكويري ملائكة الشقادة ذويك لا دوانتهي ملك باو قابل سن او عدير لمن يسيسو اقضن بايو انو نفس قادو إلهي بايلي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكلا بكم نفس وحي نقاضي ملكي ملائكة كمدها اللوحل ساري انو نفس نقاضو وحويان قيردنا روح ملك استيكوه ليس وحو إلى هايلي أينما تكونوا يدركوا الموت وحو إيان كل بحلقوا الضونتان بيجيريد إنكوه ليس ولو كنت في بروج المشيدة ملاها قرياء أضاق وشوى نحد كجر ثاني وحو إيان عد جيريدا كقع شامن كريسا وحو إيان مركا مجرو حتى بيجيريدو وادو يضا الله قطقو وآخرة لتقويا ما دام هذا الدنيا الأرض كوارين إن الحصوصناتهم وتكسها قادة تويا قريد ماها وحل بابا أيو والله مستحمي ماها قريد معنيه وحوي ميل كتك وميل كلتك قريد وحوي الدنيا كتك وآخرة تقوي كلها هذي أذو ناكسن تهاي وحوي يكبق ما يصير جريلا روح وناكسن وإلهي أيسكو وناكسين هذا تهاي كبق ما يصير صواب طاعة إلها أنت هذا الدون ككل شاي إلها أيسكو وناكسن تهين وما آخرنا كعجه ريا سيد الدرادة أنت روح إلهي وكعب سرايو أنتو إلهي وهشرايو وحويان والنعمة يسيها ننبا وحو ايمي نن كاليدي من الفرديا مركاس وحو كويري ورمحا كاليدا ماشا كوليكي ورميان العدلو الثاني بوير وحو كويري نن الهي وهيشان ايان وحويان ميو ميو عدلو الثاني بوير وحا عدلو الثاني وعب صورة يسوى حتى وحل كبير آدمكو لح جوغا نمان إلهي وهشان ينباع عضل وصلا وعب صدبول لكن إلهي وهشان ايا منع عب صدوم منع عضل وصدبو ويري وهلك إلهينا والدرجة لقارو والدرجة غالية علماء ذو نوحي سويديين درجة غالية إلهي وهلكي ساء سيدا الله قهلا أما سيدا الله قارا وحي علماء ذو إلى هذين وحي الله قهلا حمي قاقا أضمي ضيسو أضميتك لا تكرلكتو ومحي كوجهن إناد كشقيسو وحويا نوحو إلهي جعليهي وحي الله وحو إلهي جعليهي إذو قد دوانيسو أض كشقيسو إناد كد داشو إناد إلهي ريالي قليسو إناد كد داشو وحويان إن جعلاتهم إلهي جعلوا ووحو جعليا كشقيه
oo ilaahay raali geli oo dadkii ilaahay raali kala noqdeen qur-aanku ilaahay wuxuu ku sheegay radia allaahu canhum waraduu canhu wuxuu ilaahay yidhi waxa weeyaan ilaahayna raalli buu ku noqday iyaguna ilaahay raalli bay ku noqdeen nebi muuse yaa wuxuu kaxaystay odayaal reer bani israa'iila guurtidii reer bani israa'iil yuu kaxaystay xagguu geeyey meeshii munaajaadka duur siinaa iyuu uu kaxaystay kolkuu meesha in yar u jiro yuu ka sii horreeyey odayaashii ilaahay baa la hadlaba yidhi wamaa cajalaka can qoomika yaa muusa nebi muusow maxaa kaa soo dedejiyey ood uga soo badisay qoomkaaga wuxuu nebi muuse ku jawaabay cajiltu ilayka rabbii litardaa ilaahayow waxaan dadkaygii uga soo degdegay inaad waxa weeyaan raalli markaa adiga noqoto waa nebi muuse oo ilaahay doortay oo ka mid a shanta nebi ee ugu waaweyn nebiyaalka ayaa ugu darajo sarreeya shan nebi oo ululcasmi la yidhaahdo ululcasmiga kuwa la yidhaahdo yuu ku jiraa waxa weeye waa nebi nuux waa nebi ibraahim waa nebi muuse waa nebi ciise waa nebi maxamed waxa weeyaan nebiyaalka waxaa lagu tilmaamaa boqol kun iyo dhowr iyo labaatan kun baa lagu tilmaamaa ama lagu sheegaa shantaasaa waxa weeye ugu garaada sarraysa ugu darajo sarraysa haddaba nebi muuse oo shantaa ugu darajo sarreeya yaa waxa weeye yaa markaa ilaahay raalli ka sii doonaya weliba sii dadaalaya sidaa daraaddeed ruuxa muslimkii waa inuu naxariista ilaahay siduu ku heli lahaa u dadaalaa waa inuu markaa ku dadaalaa siduu jacaylka ilaahay u heli lahaa waa inuu xil iska saaraa adduunyada waa laga tegiye aakhiro wixii markaa kaga horreynaayay ilaahay yidhi watasawaduu fa ina khayrisaadi taqwaa aakhiraad u socotaan aakhiro sahay u qaata waxaad u sahay qaadataanna waxa ugu qiimo badan oo ugu qaalisan ilaahay cabsidiisa ilaahay cabsidiisa sahay markaa ka dhigo cumar ibnu khadaab allah ka raalli noqdo waa tii markaa markuu sakaraadayay inankiisii cabdilaahi baa madaxa hayay kolkaasuu wuxuu yidhi aabo madaxayga dhulka u sii daa buu yidhi waxa weeye naftu ha iga baxdo madaxaygaoo dhulka yaalla ilaahay bal inuu naxariistiisa igu eego madaxaygu dhulka u sii daa buu yidhi sidaa daraaddeed dadba dadkay ka fiicnaayeen ilaahay agtiisa ku fiicnaayeen iyay ka cabsi badnaayeen ruuxba ruuxo ilaahay agtiisa ay isku wanaagsan yihiin iyo waxa weeyaan u cibaado badan yahay oo u cabsi badan yahay oo waxa weeyaan geerida xasuusan yahay oo sakaraadkii su-aasha xasuusan yahay oo aakhira xasuusan yahay ilaahay markaa ay naga yeelo iimaanka iyo camalka saalixa iyo waxa ilaahay jecel yahay kuwa ka shaqeeya ilaahay naga yeelo wacdigeena intaasi ku dhan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.